ضمن سلسلة حوارات الشباب التي أطلقتها الحكومة، التقى رئيس الوزراء الدكتور بشرى الخصاونة مع طلبة جامعات إقليم الشمال في جامعة اليرموك بعنوان رؤى التحديث الشباب محور الاهتمام، وضم اللقاء متحدثين من الحكومة وممثلين من مؤسسات رسمية ومدنية ومن القطاع الخاص وعدد من طلبة جامعات إقليم الشمال الرسمية والخاصة وممثلين من مبادرات شبابية فاعلة. نشكر دولة رئيس الوزراء على هذه الفرصة حقيقة التي كنا ننتظرها بعد حدوثها في الجامعة الأردنية وجامعة مؤتة. تم التطرق إلى العديد من المواضيع السياسية والاقتصادية والقطاع العام كما هي عنوان الجلسة. تم تأكيد على أهمية انتساب الشباب وانخراطهم بالعملية السياسية وخاصة الانتساب إلى الأحزاب، وقد أكد على الضمانات فيما يتعلق بحماية الشباب المنتسبين إلى الأحزاب وعدم التعرض لهم أو لأحد أقاربهم بهم بسبب انتماء الحزبي. أكد أيضا على موضوع أبناء مكرمة الجيش، فقد أكد أنه سوف يتم إلغاء بند عدم الانتساب للأحزاب لأبناء المكرمة، وهذه كانت معلومة جديدة حقيقة. وأيضا نوه على في حال، وهي كانت رسالة للشباب، في حال لم يتم إيجاد الحزب الذي يوافق فكرك فقم بإنشاء الحزب الخاص بك، وأكيد سوف يتم عمل تسهيلات من الحكومة من قبل الحكومة فيما يتعلق بإنشاء الأحزاب. ياريت يكون هاي الحكي دوري بشكل دوري، شفتوا يمكن جوا اليدين كثيرة والناس إلها شغف أن تصير رئيس وزراء، وهاي مش فرصة سهلة النتيجة. يعني بصراحة واحد جلال سيدنا أمرهم ينزلوا على الموقع، ينزلوا على الميدان ويحكوا مع الناس ومع الشباب، وإحنا محور الاهتمام وإحنا منا الانطلاقة وإحنا الفتيل. والله يعطي العافية، طبعا دولة رئيس وزراء ما قصر، يعني سمع وعطانا من وقته زيادة نص ساعة، ونطلع للأفضل إن شاء الله للأمام. وهم إشي كان اللي هو أعطى الدعم الأساسي للشباب، بما انه يعني ضمن حريه التعبير عن الراي، ضمن المشاركه بالاحزاب السياسيه، وحكى لنا انه اي حدا بده يشارك باي حزب سياسي ويعبر عن رايه مكفول حقه والضمان موجود من جلاله سيدنا. فهذا الشيء يعني شال التخوف الموجود عند الشباب جميعا، واتاح لنا الفرصه انه في حال انت مش مقتنع في اي حزب موجود، بامكانك تاسيس اي حزب وامكانك المشاركه في اي شيء والاطلاع على الافكار. يعني اعطانا الافق والحريه المطلقه. آراء الشباب حول اللقاء التواصلي توشحت بالإيجابية إلى حد ما، ولكن البعض الآخر يرى أن اللقاءات يجب أن تكون متواصلة دون انقطاع بين رئيس الحكومة والشباب دون أي حواجز. لكن الوقت كان قصير نوعا ما على الأسئلة الكافية، كانت الأسئلة شوي متكررة بالنسبة لبعض الأشخاص. يعني نتمنى من الحكومة الاستمرار بهذه اللقاءات ونقلها إلى محافظات أخرى. سوء تنظيم جدا، من ما بعرف من وين كان، من الجامعة أو من تسجيل الفورمات، كانت السعة كتير كبيرة لحد أنت توصل وبتكون مسجل وما بيقبلوا يفوتوك، القاعات فل بتكون. بس الحمد لله كان إلي نصيب أني أحضر الجلسة من أولها. رئيس الوزراء بصراحة جاوبنا على كل الأسئلة، يعني ما كان في إشي ضل ببالي، وأسلوبه بالمحاورة جدا لطيف. نواب ووزراء أكدوا على أن اللقاءات تعزز الثقة بين الشباب والحكومة وتعمل على تخفيف الهواجس اتجاه العمل الحزبي، ولكن الشباب بحاجة ماسة لنتائج إيجابية على أرض الواقع. الهدف من اللقاءات يعني قياس منسوب وحجم تأثير المشروع بهؤلاء الشباب، حجم الاهتمام، وباعتقادي أنه بالأخير بدك ترصد قديش المشروع وصل للشباب. يعني هذه من المسائل المهمة، هل هي خطوة أولى وأخيرة؟ لا قطعا، أمامنا سنة. أنا بتقديري أنه في أخطاء كثير ارتكبت، لابد من تسخين الأجواء فيما يتعلق بالعملية السياسية برمتها الأحزاب والانتخابات، حتى نصل الانتخابات نرفع فيها نسبة التصويت، حتى نقول أنه المشروع السياسي بدأ يعني يطير شره بهذا المعنى. أنا بتقديري أنه الحكومة تقرر تشتبك، هذا هو الإيجابي، وأن يكون المكان الجامعة هذا شيء مميز، والحديث مع الشباب شيء مميز، وأنا باعتقادي بأخذ مراحل مهمة. وأيضا إحنا منقيس قاعدين ونراقب ونرصد كم العمق السياسي عند شباب الجامعات، كم الفترات السابقة تركت أثار سلبية وجرفت هذا المفاهيم عند طلاب الجامعات، حتى يكون الشغل مختلف. هذا بتمنى أنه أيضا يكون في رصد من الجميع فيه. هلأ اليوم أنت عندك ثلاث مسارات، مشروع دولة كامل اليوم، هذا مش معني فيه حكومة دولة الدكتور بشر، هو مشروع دولة، مشروع بهم الشباب بالعشر سنين القادمة، لأنه راح يرسم الملامح الاقتصادية والسياسية والإدارية. وإن شاء الله إحنا مقدمين، خلينا نقول، على مرحلة
جديدة اللي هي مئوية الثاني بقانون الانتخاب وقانون الأحزاب. وإذا لاحظتوا أنه الرئيس بكل حرية وجراء حكى أنه يجب الاندماج الطلاب بالأحزاب. اليوم هذا هو اللقاء الثالث مع طلبة الجامعات في الشمال حتى يكون في هنالك دائما تفاعل ما بين الحكومة وممثلة برئيسها وأعضائها والشباب الأردني وخاصة في الجامعات. بالتأكيد هاي واحدة من حلقات التواصل المهمة والأساسية لنقل الرؤى اللي أطلقها جلالة الملك في العام الماضي واللي أثمرت عن ثلاثة مسارات واضحة وصريحة ستحكم مسار الأردن في العشر سنوات القادمة. الشباب هم يعني مشاعل النور التي ستحمل هذه الرؤى وستطبقها، وبالتالي التفاعل معهم جدا مهم وخاصة في الجامعات وعلى المستوى الأكاديمي. الشباب هم المكون الأساسي لمستقبل المجتمع، فهم القوة الحية ومحرك التغيير والتطوير، ويمثلون أمل الأمم ومنبع طاقات إبداعية وإيجابية. وعليه فإن استثمار المجتمعات في تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في صناعة المستقبل مفتاحا أساسيا لبوابة التقدم والاستقرار. راشد المعايطة، الحقيقة الدولية.